السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعين الكرام حياكم الله وأهلا بكم في نشرة إخبارية جديدة من قناة حضرموت الفضائية في المكلا، والبداية بأبرز العناوين. وزير الخارجية يلتقي القائم بأعمال السفارة الألمانية بمناسبة انتهاء فترة عمله. خارجية بلادنا ترحب بتعيين الأمم المتحدة هانس جراندبرغ مبعوثا خاصا لليمن. الوزير الأرياني يرأس اجتماعا بالمعنيين في مجال الإعلام والثقافة والسياحة بساحل حضرموت. لجنة استقبال العائدين من الهند تنهي أعمالها بعد عودة أكثر من 600 مواطن. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ومن العناوين إلى التفاصيل، حيث التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك القائم بأعمال السفارة الألمانية لدى بلادنا بان كروسر لتوديعه بمناسبة انتهاء فترة عمله. وأشاد وزير الخارجية بالجهود التي بذلها القائم بأعمال السفارة خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات بين البلدين ونشاطه الدبلوماسي المميز للمساهمة في مساعي التسوية السياسية في اليمن. وكما جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيزها وتطويرها ومستجدات الأوضاع في اليمن وجهود إحلال السلام. من جانبه أكد كراوسر وقوف بلاده إلى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه ودعمها للسلام واستمرارها في بذل الجهود للمساهمة في استعادة الأمن والاستقرار. رحبت الحكومة اليمنية بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة للسيد هانس جراندبرغ مبعوثا خاصا جديدا لليمن خلفا للسيد مارتن غريفيث. وجددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان صادر عنها التأكيد أن الحكومة اليمنية ستظل تمد يدها للسلام العادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وستقدم كل الدعم للمبعوث الجديد بهدف استئناف العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الانقلاب والحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الذي يواجه أسوأ أزمة إنسانية. وعبرت عن أملها أن يعمل المبعوث الجديد وبما يتمتع به من خبرة ودراية في الشأن اليمني على استئناف الجهود السياسية الرامية للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في ظل الإجماع الدولي على ضرورة إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية عبر الحوار والتفاوض. رأس وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني بمدينة المكلا اجتماعا لمدراء المكاتب التنفيذية ورؤساء المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة بساحل حضرموت، كرس لمناقشة أوضاع المكاتب والصعوبات التي تواجهها وسبل الارتقاء بأدائها. وعبر الوزير الأرياني عن سعادته بزيارة حضرموت ولقائه بالمعنيين في مجال الإعلام والثقافة والسياحة بمديريات الساحل، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي لتفقد وتلمس أوضاع المكاتب عن كثب المرتبطة بالوزارة. وأعلن وزير الإعلام والثقافة والسياحة اعتزام الوزارة بإقامة فعاليات وأنشطة على مستوى الوطن بمحافظة حضرموت خلال العام القادم نظير ما تتمتع به المحافظة من استقرار للأمن، مشيدا بالدعم الذي تقدمه السلطة المحلية بقيادة محافظ حضرموت اللواء ركن فرج البحسني للمكاتب التنفيذية والمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة في الجانب الإعلامي والثقافي والسياحي. بسم الله الرحمن الرحيم، سعدت كثيرا بزيارة محافظة حضرموت. تأتي هذه الزيارة بناء على التوجيهات الكريمة لفخامة الرئيس المناضل عبد الرب منصور هادي الذي يولي محافظة حضرموت اهتماما كبيرا وخاصا. هذه الزيارة تأتي من أجل الاطلاع عن كثب على المشاريع في الجوانب الإعلامية والثقافية والسياحية وما يمكن أن
أن يتم القيام به خلال الفترة القادمة، وننسق إن شاء الله تعالى لأنشطة كبيرة مهمة سيتم الإعلان عنها قريبا. أتوجه بالشكر والتقدير لمعالي المحافظ على كل الجهود التي يقوم بها في الجوانب في مختلف الجوانب، وخصوصا الإعلام والثقافة والسياحة. إن شاء الله تعالى يعني ستسمعوا أخبار طيبة خلال الفترة القليلة القادمة أو خلال الأيام القادمة. وكان قد وصل وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني ومعه وكيل وزارة الإعلام عبد الباسط القاعدي إلى مدينة المكلا، وكان في استقباله محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء ركن فرج سالمين البحسنية. وفي أثناء الزيارة رحب محافظ حضرموت بالوزير الإرياني متمنيا له إقامة طيبة في حضرموت، معبرا عن سعادته بزيارة الإرياني للمحافظة للإطلاع عن كثب على الإنجازات التي تحققت في قطاعات الإعلام والسياحة والثقافة والآثار وتلمس هموم وأوضاع القطاعات. حضر الاستقبال وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي، ومدير عموم مكاتب الإعلام خالد القحوم، والثقافة ماهر بن صالح، والسياحة عبد الله الشعملي، ومدير عام إذاعة المكلا أفراح محمد، ومدير فرع وكالة الأنباء اليمنية سبا عوض مخرج، ومدير عام فرع هيئة الآثار بساحل حضرموت رياض بكرموم، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دار بكثير للطباعة والصحافة والنشر المهندس خميس بافطيم. أنهت لجنة الاستقبال الطبية والفنية للعائدين من الهند أعمالها بعد استكمال خطة الإجلاء للعائدين إلى الوطن من جمهورية الهند، وذلك بالتنسيق مع القطاعات الأخرى التي عملت على تنفيذ التوجيهات الرئاسية والحكومية القاضية بإعادة العالقين من الهند. وأوضح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح أن الوزارة استكملت مهمتها بعد عودة 609 مواطنا على متن 4 رحلات جرى فيها عمل تقديم الخدمات الطبية للعائدين وعمل الفحوصات الطبية اللازمة لفيروس كورونا ابتداء من الهند عبر الملحقية الصحية للسفارة اليمنية، ثم في مطار عدن فور وصولهم، والثالثة فور مغادرتهم مركز الإيواء إلى منازلهم بعد ثبوت جميع الفحوصات خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا. وصلت إلى ميناء الزيت في العاصمة المؤقتة عدن 40,000 طن من مادة المازوت، وذلك استكمالا لوصول الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وتخصص مادة المازوت لتشغيل محطات الكهرباء العاملة بالمازوت في محافظتي عدن وحضرموت، كما بلغ إجمالي كمية الدفعة الثالثة من المشتقات النفطية 115,000 طن من مادتي الديزل والمازوت، منها 75,000 طن ديزل وصلت في 25 من شهر يوليو المنصرم، و40,000 طن مازوت. وتهدف منحة المشتقات النفطية المقدرة بنحو 422 مليون دولار أمريكي إلى تشغيل نحو 80 محطة كهرباء موزعة على عموم المحافظات المحررة، كما تساهم المنحة في تحسين توليد الطاقة الكهربائية وتخفيف معاناة المواطنين. نفذت شرطة السير بمحافظة المهرة مسحا ميدانيا للأماكن التي بحاجة للعلامات والإرشادات المرورية والتي تتكرر فيها الحوادث على الخط الدولي الغيض شحن بمحافظة المهرة. وأوضح مدير شرطة السير بمحافظة المهرة العقيد سالم الكثيري أن المسحة الميدانية جاء تنفيذا لتوجيهات محافظ المهرة محمد علي ياسر لتحديد أماكن تركيب الإشارات المرورية نظرا للحوادث المتكررة، وتم تحديد النقاط السوداء ونوعية الإشارات المرورية. أحيت منطقة الغرفة بمديرية سيئون مطلع الألعاب الشعبية الشبواني السنوي الذي عقد تحت شعار المودة والإخاء بمشاركة 11 عدة من حويف مناطق وادي حضرموت،
وضم برنامج الفعاليات إقامة ألعاب شعبية شبوانية ومهرجان كرنفالي للأطفال وزيارة المقعدين وكبار السن وتدريبات على أنغام لعبة الشبواني والعزف على إيقاعاتها وسمر زربادي وجلسات الدان الحضرمي وافتتاح معرض الصور القديمة لمدينة الغرفة وضواحيها. وجاءت فكرة إنشاء المطالع السنوية في مديريات وادي حضرموت لتفعيل وتوثيق الترابط والتكافل الاجتماعي وخلق التواصل إلى جانب إحياء التراث والموروث الشعبي والمحافظة على الرقصات الشعبية وإقامة الفعاليات الثقافية والعلمية والتي تبرز الوجه واللون الحضاري والفرايحي، لا سيما في ظل هذا المنعطف الصعب الذي ألقى بثقله على المواطن والوطن. ونحن في حياة الغرفة نقيم مطلعنا السنوي لهذا العام تخليد وتمجيد لتراثنا ولآبائنا وأجدادنا والموروث الشعبي في بلدة الغرفة. حافة الغرفة أنهت المطلع وبحمد الله بصورة جميلة وتكاتف وتآخي وتحابب بين الناس، وهذا ما شمله المطلع في جميع أيامه، حيث كان الجميع يأتي للمنطقة بالود والمحبة والإخاء والبهجة، وهو هذا الشيء والغاية المهمة من إقامة المطلع. فالشبواني هو وسيلة، ولكن الغاية هي التقارب والتراحم والتآخي والتحابب. مشاهدينا الكرام، نختم معكم بحالة الطقس المتوقعة بمشيئة الله تعالى. وختام نشرتنا إليكم تذكير دائما بأبرز ما جاء فيها من أنباء. وزير الخارجية يلتقي القائم بأعمال السفارة الألمانية بمناسبة انتهاء فترة عمله. خارجية بلادنا ترحب بتعيين الأمم المتحدة هانس جراندبرغ مبعوثا خاصا لليمن. الوزير الأريالي يرأس اجتماعا بالمعنيين في مجال الإعلام والثقافة والسياحة بساحل حضرموت. لجنة استقبال العائدين من الهند تنهي أعمالها بعد عودة أكثر من 600 مواطن. وفي ختام هذه النشرة التفصيلية التي قرأناها على حضراتكم من استديوهاتنا من المكلا، تقبلوا تحياتي أنا عبدالله بامونيف، وهي موصولة لكم من طاقم العمل. وللمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي @حضرموت TV، وبإمكانكم مشاهدة البث الحي من القناة على موقعنا في اليوتيوب. حتى هذه اللحظة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في أمان.
في أمان الله.